اهلا بيكم فيديو جديد موقع هوني جن لجمع العسل او لجمع الارباح من الانترنت. هنتكلم عن الموقع ده لان طلب مني ان انا اعمل عليه ريفيو واتكلم بتشتغل عليه ازاي وتجمع منه فلوس ازاي وبيدفع ولا لا، ونصيحتي طبعا في الاخر تشتغل ولا لا. ولكن قبل ما نروح القصة ديت انزل صل على النبي ودوس لايك للفيديو، اشترك في القناة لو انت مش مشترك وفعل جرس التنبيهات، تابعني على الفيسبوك على التيك توك على الانستجرام، الحاجات دي كلها موجودة في صندوق الوصف. دلوقتي نقول يلا بينا. زي ما هو قدامك كده بتبدأ من 25%. طب النحل ده بيعمل ايه؟ النحل ده بيملا الخليه اللي قدامك ديت، وزي ما انا قلت بيبدا من 25%، يعني عندك 75% لازما تملاهم. طب املاهم ازاي؟ اول حاجه خلينا متفقين كده او صراحه ان الموقع ده او التطبيق ده عباره عن ان هو بيستهلك النت بتاعك وبيديك مكانه فلوس. طب انا راضي يا سيدي ويستهلك النت عادي بس اهم حاجه يديني فلوس. طب السؤال اللي المفروض تساله، هل الفلوس اللي هيديها لك بقدر الانترنت اللي هيستهلكه؟ ده السؤال اللي المفروض ينطرح، هنجاوب عليه في الاخر ولكن نكمل. انت بمجرد تملا الخليه او تتملي عسل بتبدا تجمعها وتبدا ان انت تسحب فلوسك عن طريق البيبان. في طريقه تانية ان انت تملا الخلايا ديت اسرع، وهو ان انت تحمل برامج وتطبيقات، طبعا الحاجات دي احنا عارفينها كلها في مواقع الربح من الانترنت. يبقى الطريقتين ان انت تفضل مشغله في الخلفيه وانت نايم مثلا ويفضل يسحب نت كده يسرسب نت مع نفسه، والطريقه الثانيه ان انت تحمل برامج وتطبيقات. طب الموقع بيدفع؟ الموقع بيدفع صاحبي، مفيش اي مشاكل. نصيحتي ليك تشتغل عليه ولا لا؟ لو انت بطنك محدوده، وده تقريبا معظم الشعب المصري بطنه محدوده بتبقى متحدده يعني 140 200 زي حالتنا كده، انا مرشحش ليك يا صاحبي الموقع ده والتطبيق ده، لان انت النت اللي هتستهلكه مش هتقدر تجمعه. وانت بطنك محدوده فما تشتغلش على الموقع، لان الباقه المحدوده او النت اللي انت هتستهلكه مش هتقدر تجمع تكلفته، او الارباح اللي انت هتجمعها من الموقع مش هتجمع تكلفه النت اللي انت سحبته عشان تشغل البرنامج. وده إجابة السؤال اللي احنا سألناه من شوية. انما انت لو وقتك بقى مفتوحة وده تقريبا في الدول العربية مش عندنا يعني، فممكن تسيبه يشغل عادي في الخلفية وانت نايم، وهو بيجمع مع نفسه، وبمجرد ان انت تملى او يملى الخلية بتاعتك هتجمعها يا معلم وتسحب ارباحك. بطك يا صاحبي ليميتد محدودة، اوعى تدخل على الموقع ده لانه هيخرب لك الدنيا حرفيا، وتجمع حاجة منه زي ما انت متخيل يعني. بس كده، ده موقع هوني جن لجمع العسل او لجمع الارباح. لو انت عندك اي تطبيق اي برنامج اي حاجة عايزنا نتكلم عليها سيبها لنا في الكومنتات، وباذن الله هنتكلم في فيديو مخصوص ليك يا صاحبي. بس كده، واشوفك في فيديو تاني. سلام.